بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. أما بعد، ولا لا يروحهم قد جرنا كتابك القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وحنا سوغر نفصل كيس صدحات قاعدة اللباد. فصل الصدحات وكساب سنة أدلة قابك الله لدق ما يكسى أرورتي أسماء الله يصفات كيسة. قاعدة اللباد في قحير القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. شيخ حك هذا الأدلة كسا أرورتي تلمامها الله وح واجبك وقادن قفك مسلمك. مالك شيخ حك الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، وح واجب نصوص تأسا أرورتي قرآن كي السنة كسا أرورتي وتلمامها إلهي أسا أرورتي إجراؤها وإن لغس عدسيه على ظاهرها، ظاهر كذا إن لو داي الوسع تسيويا دون تحريف، أيضا لو بنبحين إن لتحريفيه للليحيه معناها كسو ظاهري إن لقل الليحيه أيضا لو بنبحين، لا سيما نصوص الصفات قارة نوحي نصوص الصفات أنا عموما نصوص القرآن كي السنة وإن ظاهر كذا الوسع تسيه خصوصا الناس قارة هانيات كما بسيجر تبع كو صفاتك الله كتعلقه صوبته الشيخ حيرة أيقا وحن قار أصيلا أنهي حيث لا مجال للرأي فيها، رأي مكلهن بوس تلمامها الله صوبته وحيتها أن قار أصيلا رسيداس رأي بوس كمالي رأي مجال كمالي ميل رأي كسو قلم لهن ووحن لغو كوبا ولغو أكا استاكالية ولدل تاجية الدل لذا قرآن كي السنة لدل تاجية. سيدا درتيد مركو حي شيخو سيقارة هانيد أيقا وحايباب كان واجبك أي أتهي إن الوسع تسيو ظاهرك أي أيو سيقارة ووسي مهميهين سيقو دهان قرآن كي سنة وإن ظاهرك الوسع تسيو مرك سيقارة هانيدنا تلمامها إن الله أدي الذي أصو أرورتي وقرآن كي سنة كمدا وإن ظاهرك الوسع تسيو ظاهرك نوحلو لجيدا ما يتبادرو إلى الأذهان السليمة قفك ذهني سالم ككيه بدعوين كخرافاتك وح مسكح يسود أسودك دقاي إيه لولا جيدا مركو دقاي استبا شيقا مسكح يسكسو دعاي وان أباهنين إن إيه لسيب باربارو إن تأويل كالور راديو شيقا سوحا لير هذا إن الظاهر، لكن قفكي بدعوبي وبدعوين فربضان إيه علم كلام سودح قالي تلوث وضع على مسكحة مسكحة كهل ليسن السجى وحي مسكحة يسوي دقدقاه وحقل ذهين نقن وحلو لجي إذا مرك ظاهر ك وحأدل لذا كصوم موقنا يا مرك كوبات بقف ك مسكحة يسوي سليم كتاي مرك فيريو ودليل ذلك شيخ حوجد بأدل لذي مرك قاعدة إذا وحويان إن أدل لذا ظاهر كذا الوسع تسيه وأن لا تحريفين أما لا تأويلين سيدت قار ولبحان تحريف أي تأويل ولبحان قار أهان كوا أصو أروني صفاتك الله وإن لا تحريف وإن لا تأويل للرادين صوبته عقلي بوسك اسمقل أو مجالكم له تأويل كنا هو عقلي وأنه عقلي خمدة مركا وحان هر أصو مرني قواعدي هراء أهيد إن متوقف أي كوتا هاي قرآن كي السنة تلمامها الله وأن انت لدافسي كرين صوبتو الله سبحانه وتعالى السجى السياقنا ونفتي سنوجا خبري مويانه إنه أنت صو أرجنك خبري مينه ودليل ذلك وحق الدليل قاعدة السمع قرآن كي السنة يو العقل عقلي لبض والدليل أما السمع هدان كهر مرنا قرآن كي السنة فقوله تعالى الله وحويري نزل به قرآن كوحى سودجي الروح الأمين روحي أمين كأها أو ملك جبريل أي سود جي وحلو لجي ذا ولو سود ديبي على قلبك أيوك سود جي نبي محمد لتكون من المنذرين كودك صادق من نقطة بلسان لوقع أي لو سود جي عربي عربي لو نسبي ومبين عد
luuqa carabi ah, lisaanka luuqa loola jeedaa luuqa carabi ah oo cad ayaa lagu soo dejiyey. macnaheedu waa maxay marka sheekhu xaguu ka daliishanayaa aayadan? wuxuu ka daliishanayaa bilisaanin carabiyi mubin. qur-aanka waxaa lagu soo dejiyey luuqa carabi ah oo weliba cad, oo aan u baahnayn in ta'wiil kale loo raadiyo. sidaan ay u soo degtay ayayba ku caddahayba, uma baahna tafsiirkan in loo raadiyo loo goobo. qur-aanka marka sidaasaa loo soo dejiyey bilisaanin carabiyi mubin, oo aan ta'wiil u baahnayn, waa lisaan carabi ah weliba cad, oo aan ta'wiil u baahnayn in loo raadiyo. وقوله تعالى إله قول كيسا يا دليل أوير إنا أنزلناه أنه قرآن كوا سود جني إنا أنزلناه أنه وحن سود جني قرآن حال قرآن يهي عربيا عربي لو نسبي قرآن كمر كوا عربي لعلكم تعقلون وحن مذنتنا قرآن كفهنتان مركا الشيخ ماشو كدلي شنا يا وحويان عربيا لعلكم تعقلون وقرآن عربي ويان كو وإريادة عربي قاسيد الله فسره أي الله فسره ومد الله بعد ووح لفهمي كرو وح لفهمي كرو يا لعلكم تعقلون مرك وح تأويل إن للراديو وباهن ماهن وح إن لي هذا هو لفهمي ويا هل تفويض يو والله الله ترى سارتنا ماهن وعدي هاي وح لو سود جيي ورت وح لو سود جيي لوقا عربي وح أنا لو سود جيي إن فهنه لعلكم تعقلون إن أتفهنتين وعاد عقلي يسان أيا لذي هو سود جيي مرك هل كان شيء خد لي شنعي سيداس الله فهم أي أسود دكت وأسك عادية وقرآن مفهومة. وقوله تعالى إلهي قولك سحير إنا جعلناه قرآنا وحانو كيالنا قرآن عربيا عربيا لعلكم تعقلون وآيدي هرقل شيخ حير وهذا يدل أدل ذا أن صوشيقنا وحي كتو سيدي على وجوب فهمه إن يواجب تهي إن لو فهمه على ما يقتضيه ظاهره وحا أكان سنة يظاهر كيسا باللسان العربي لغة عربي قامر كلها فيري صوبة وحا لغة عربي كسود دي القرآن كان مركوا إن سيدا سلور رمايو لغة عربي قامر لغة فسروا ويان وظاهر كعربي قوح أكان سنة لغة فسروا إلا أن يمنع منه دليل شرعي إلا ظاهر كسينو دليل شرعي ديدا مويان هديل دليل شرعي كويرا هذا ظاهر كان كوم مقدر ولا ما جيدا سانا لو جيدا دي أدلة ذو مركا إذا إسفسرته ولا قادنا يا مركاس إلا أن أدلة ذو إذا إسعاد إذا إسفسرته مركا الشيخ حويري أدلة ذا أن صوشا يقني وحي عاد إذا قرآن كإن عربي الوسو الدجي ما دام عربي الوسو الدجي وإن لو رمايوه ولو فهموه سذا ظاهر كاكا مركا عربي الله فيري يعني وحكا اللور يعني وقد ذم الله تعالى إلهي وحود لعي اليهود على تحريفهم يهود إلهي وحوك عاي إني تحريفيان دينتي لو سودجي توراتي لو سودجي إني تحريفيان ومعانيك لأرادين أي إلهي كود لعي وبيّن وحونا عدي أنهم أيقوا بتحريفهم ليحنتاس أي ليحيان أوقيس أم سببتين إني يكون نقضين من أبعد الناس ذاتك كوا وقفق عن الإيمان حق إيمانك وبين وحو عدي أنهم أيقوا بتحريفهم بسبب تحريفهم لحنتي أدلين لحيان أوجد إن يكون نقضين من أبعد الناس ذاتك كوا وقفق عن الإيمان إيمانك فق فقال تعالى الله حبيري أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ورما وحد كرجين إذان وضمعين إيسان إن إذن رميان يهودان يهودان إن إذن رميان ميادون إيسان ورجك قبتان وقد كان فريق منهم حقيقتنا وحيتها قيب كم إذا أيقى أيا وحي أهايين يسمعون كلام الله كودك يستكلامك إلهي ثم يحرفونه كدبنا واللي حجرين من بعد ما عقلوه مركي فهمين كدب مركي فهمين أي راهدين فهم كان ومقال مهنا معنا معنا كلام يلينا وتحريفين أفرسوا وهم يعلمون والحال هم يعلمون أيقوا أب إن وحان تحريفيهين ماشي يقول لحيين هدانا أق ماشي كسو لحيين إن سحظة إهد أي لحيين مركا وحا لقول للعيين من كاسي إن أدي الذي فهمين مركا فهمين كدبنا معناك لأراديين وأي تحريفيين هدبا أدي مركا قرآن كان لغو سودجي لغو الشيغ إنو اللغة عربية هاي ظاهر كيسنا ساسو قادطة إهد لكن هدا تلاهدد معناها ساكسو بحمياه ما يمعنها واديد معنى كلو أين أرادية مركز هذا يهودي أسوافق أيضا يهودي أي أسوافق أيضا ما شاء مركز شيخوه كعديي وقد ذم الله لقى صواب بالله أبوه
تحريفka ama ta'wiilka waxa maanta u yaqaaniin dadku inuu yahay naz'a yahudiyya asalkeeda inay yahuud ka timid in adilada la leexiyahi dhinacaas yahuud ayay naga soo ziyaaratay marka waa shaqo yahuudeed وقال تعالى الله وحير من الذين هادوا كوي يهودي ويوحى حال كمدهين أما وحى كمده يحرفون الكلمة أن كولحي كلمك عن مواضعه بوسكيسي كالليحية ويقولون إلى هذا سمعنا ومقلنا وعصينا ونديدنا وحى كمده مرك يهودي كو يحرفون الكلمة إلهي كلامك سكالليحية عن مواضع بوسكي أولها وبوسكي أولها ومحي ومعناه مرك لقى فهمايه ولو سودجي ما يتبادر إلى الذهن أما ظاهره وظاهر كي لقى فهمايه ما يقتضيه ظاهره أي انت لقي استاني ليهن ومقلني مداس لكن وأديدني وأنديدني لي مرك لباس آيه دوح الشيقيان يعني شقضا تحريف انت وحا اسكالي يهود أيه شقيسته وأدل الله صلى الله عليه وسلم oo tawraad ku taxriifay dad jidkaas mar qofkii qaadahi waa qof sunna yahuudeed qaatay intaas waxa uga gudubna marka qaybtii adillada ku tusinayday in nusuusa lagu socosiyo daahirkeeda wuxuuna sheekhu u soo dariishaday in quraanka lagu soo dajiyo luqa carabiga waajibkuna uu yahay in daahirkaas lagu rumeyo oo luqadaas carabiga waxay keensanaydo lagu fahmo ilaahayna wuxuu ugu talagalay in sidaas loo fahmo oo wuxuu yiri waxaan soo dejinay luqa carabiyan ku soo dejinay waxaan u soo dejinay la'allakum taqilun inna fahantana u soo dejin marka in sidaas loo fahmaa oo lagu tala galay qodobka labaad shay qof baraarujiyay in adillada la taxriifiyo ta'wiil loo raadiyo sidaadaba inay tahay shaqo ee yahuudi ah shaydaannimo inay tahay adillana waa u keenay laba aayadood kadib shay qof u gudbay qodobkii labaad oo ahaa aqliga aqliguna wuxuu na tusinayaa قرآن كسيد أسودك إن أدين إيسو النظوبة شيخ هيرو أما العقل عقلك سوماها فلأن المتكلم دان في رنا عقلك أن وحن كأركينا لأن المتكلم أحد كهكوهد لي بهذه النصوص النصوصتان أي أعلم أغال بذن بمراده أن أجيتك أكليه أستغى أغال بذن من غيره وحسيك سوحري أحد كنصوصتان كهد لي أستغى أغال بذن dadka kale wax uu ula jeedo ilaan isagaa ku hadlay isaga uu ogaal badan waqad khaatabana ilaahi wuxuu nagu la hadlay bil lisaan al arabiyyi luqada carabiga ah al mubin wali ma'addad wa an u baahneen in loo raadiyo macaani kale fawajaba marka waxa waajib noqday qabulu in aan uga aqbalno ala dhaahiri dhaahirkiisa sinaan uga aqbalno wuxuu ku leeyahay sheekhu ahadka ku hadlay nusuustan shaki kuma jiro inuu asagu nooga ogaal badan yahay wax ula jeeda hadalkiisa haddana wuxuu nagu la hadlay luuqa carabi ah oo weliba cad sida noo sheegay bilisaanin carabiyin mubin ayuu nagu la hadlay marka waxaa nagu laasim ah qaabka uu noola hadlay inaan u rumayno warkiisa laakiin inaan nidhaahno maya sidaan ulama jeedee si kalu ula jeeday waxaan kulaana adiga miyaa uga ogaal badan hadalkiisa adiga miyaa ka aqoon badan وإلا هذا أساس نغويد وأن أدلة ظاهر كذا كوكا دوينو لا اختلفت وحا إسخلاف إذا وإسخلافنا الآراء آراء وإسخلافنا هذا وتفرقت وأنا كالتغي ساء الأمة أمد لا اختلفت الآراء آراء إسخلاف إذا وتفرقت الأمة أمد وكالتغي إذا صوبته أني وعقلي أن ليه أني وعقلي أن ليه أحد كالنا عقلي ليه aqligeenu isku heer ma joogo ma gaarsiisna qofba meel ay u maraydo waa la kala garaad badan yahay waa la kala aqliye duwan yahay waa la kala dabeecad duwan yahay marka qofka aqligiisa qaadana midkan hadduu sidan ku fasiro kana si kala ku fasiro mid kana si kala ku fasiro fa bi ay aqlin nadinu bihi allah azza wa jal midkan diinka dhiganayna aqliyadas marka aqligu nima heshiisi karo ee ahadkii quraanka iyo sunnada ku hadlay isaga aanu deyn isaga noo fasiraaye معاني كليان أرادين هذا أدوك عقل لغاقة انتو كلا رادي سوح آت كانتو أني وغونا وحك لان كينايا متك لان وحك لو كينايا سادة هذا نواس خلافنا مرك شيخ مركو حيلا هدي أدلاء ظاهر كياسا أدي وينو وسيدة أنكو فسيري وينو لاختلفت الآراء رأي يدو اسخلافيا وتفرقت الأمة أمدنا كلا تقيدا وهذا كوي
wax ta'wiiliyay oo yiraahdeen waxbaan ta'wiilinayna ayagi laftooda iswaafaqsanay وكلهم قد فارق العقل لو شعر لما انت ضحي شيكتان ان عقلك اسو خلافين وميد ولبا عقلك ايان دريشنه ليه لكن ميد ولبا عقلك واخلاف عقلك سدانو كان صنعه ان ادليل سيده لو دايو او ليراه الله با كو هادلي احد واقوم بدن هادلكيسنا ما جيره انسيس او دينو سدان وي عقلك مره دمانت عقلك وافاروقين قولا تري وا تاويلنا ادلو تاويله كلا اسو هلنا مركب مذهب أهل السنة سداس حويان إجراء النصوص على ظاهرها نصوص إن حقيقة ذا لوقاته سداس إن إجماع كسو قوري سداء الإمام من عبد البر وكسو قوري أويري أهل السنة واحد كو إجماع سيهين إن أدلة ظاهر كيدا لورم حقيقة ذا لورم أيوه وأن مجاز الوفسر الإمام الشافعي وحويري وجبت الدينونة على صاحبه على سامعه وحا واجب كؤه انو ارم يقفك مغلى ادلدان بحقيقتها قابكاس حقيقه ايته انو ارميه سدا او كسو غو اي كسو غورين اي ما فربدان او كميديه ابن ابي حاتم ايوه ابن ابي يعلى حافظ كان و هو قري كتاب في فتحه كتب كلو فربدان هو قرن يها وركاس اي ما بدا مكساس اجماع و سو غورين ان واجب تادلد ان ظاهر كذا الوسعود سيو قاعدة أسنى سداس أي أحيد قاعدة لبعضك حكتا شيخ حير القاعدة الثالثة قاعدة الصدحاد أي فصل كان وحويان ظواهر نصوص الصفات نصوص تأصل أراتي الصفات كمعلومة لنا ومذا معنيه هذا قرانا إن باعتبار هديدين على غفيري اعتبار لو إيه ومجهولة لنا وأنا مذا ننقرانا باعتبار آخر اعتبارك لهذه أوفيرين أدلة أصوى أرارت الصفات كالله أيان كهد لنا هد أدلة الصفات كالله أصوى أرارت الشيخ حير لنا عدان كفيرين معنى هذا وانقان لنا عكال هذه أن كفيريننا معنى هذا مجهول نقيه من نقان بل ما سيعده شيخ حير فباعتبار المعنى معناها أي لا يذا هدان فيرينه هي معلومة رومي ذا نقرنين وفصل هذا أن صور أفناب قاعدة هذا أن صور أفناب هاي بس داس إن أنكرناين وظاهر كذا أنك سعود سينه حل كاسي إن عاسي ولين عيم عنها وباعتبار الكيفية حق كيفية هدي أن أجننا التي هي عليها تاسو أي كسو أنت مجهولة ومد مجهول نقاء وصفاتك الله سبحانه وتعالى ونفتي سأسوغي كيفية يقاقيه من نقان من الشيخ حولي هاي إن الله سبحانه وتعالى دلالة تلماميه سكسك تمعنى هذا هو النقان هو تلماء إلهي سكسك لكن كيف يدك كي أي تهصف هذا سي من نقانه الدلالة مركة دان لنع كفير إننا معنى هذا هو أنقرنا إننا هذا لنع كلا كفير إننا قرن وين لنعان معنى هذا قرن إننا وأدلالة معنى هذا هاي لنعنا ما قرن إننا هو لنع وكيف يدك كيف يدك من قرن إننا مركة سؤالنا لك ويديو الله محاد سكتي وحلنا مثلا إلهي وجهي أن أسوق طيب وجهه واسدة ما أقان تاسمه كان سنة إذا جاهل أهي حي كان سنة إذا إنا إلهي تلمانتي سي أسوقي أسوقتي هي كيفية اللي ويدينا ما أقان صوبته إلهي ما الشيقين ما اللي إيشيقين أنت ينخو قابسة يا مرك تلمامها أدلة أسوق أرورتي أما ظاهر كالنصوصتو لنا عهدين لغا فيرية وأنقاننا ووالنا عمعنها لنا عكلا هدين لغا فيريانا من نقان أو لنا كيفية قاعدة دو انتاس ظواهر النصوص الصفات صفات كالنصوص أصوى أرورتي معلومة لنا وميدان قرانين ظاهر كأدلة دو قرانين معلومة لنا وميدان قرانين باعتبار هدين على غفيري ومجهولة لنا وأنا ميد مجهول نقاه باعتبار آخر نعك الدين لقاه إيه. فباعتبار المعنى حق معنى هذا كفيرنا هي معلومة وأنقرنا إنا وباعتبار الكيفية كيفية دان إيقنانا التي هي عليها كيفية سواء يكسو قنتهي تلمان تاني مجهولة وميد مجهول نقاه وأنقرنا إنا وقد دل على ذلك أرنت سوحة كتسي السمع والعقل سمع قائم كوكي سندونا مانت إن شاء الله تعالى عشر كينان أما السمع هديا كوب لو نسمع قرآن كي سنة فمنه حكم ذا قوله تعالى الله قول كي سوير كتاب كان هو كتاب
أنزلناه إليك نبي محمد حقا أسود الجني مبارك ومد بركيسا ليتدبروا وحان الأسود الجي إن يكون تدبران آياته قرآن كآيديس إن يكون تدبران أي الأسود الجي وليتذكر أولو الألباب إي إن يكون سمان كو عقل قاله كو عقل صاحبك إن يكون سمان. وقوله تعالى إله قول كيسا كمذ أوير إنا جعلناه قرآنا عربيا وحان كيالنا قرآن كمذ عربية وحان لغير لعلكم تعقلون إناد حد مدنتهين إناد فهمتان إناد فهمتان أي اللغسو دجي اللغة عربية قرآن. وقوله جل ذكره الله سبحانه وتعالى وحويري أوكالي وأنزلنا إليك الذكرى وحان كوسو دجينا ذكرك أو وحيك وحان أسو دجينا لتبين للناس داتك سادقو عضيضه ما نزل إليهم وحان لوسو دجي ولعلهم يتفكرون أيضا وحان مدين أي كفكران وأي فهمان أيدك وماذا حقو الشيخ كدلي الشيء لنعاء أقيب كدلي الشيء شيخ أيدو حيث كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته قرآن كما حلو سود جي إن لقو تدبره آيادها قرآن وحن لفهم إن مركة لقو ما تدبره وحن لفهم أيو أي لقو تدبره مركة وحا ماشا سكوع عدينا إذا قرآن كإن لفهم أيو إنو ياهي شيء مفهوم أهو لفهم أيو أي كوع عدينا إذا وليتذكر أولو الألباب يعني كوان سمان كو عقل الصحيف قا الشيء لفهمك لا لوان سما لكن وحال لفهمك لوما وان سما آيات دمركم حي شيء جيدة قرآن كا وحال لو سود جي إن لفهمه والقول رغمه وأنا لفهمك را أنت سعدينيس آيات دان ليتدبروا سيقول تدبران آياته آيات سيقول تدبران مركم وحال لفهمك لو قلت تدبري كرا وإلا وحال معنه هذا لفهمك رين نلا مفرين إنهم كنت تدبرنه وليتذكر أولو الألباب يسيئوان سمان وعلى صاحبك مرك شيء يكون سمياني وشيء أي فهمين وآقرا آياتك لكو حكتان وحيري قرآن عربيا إلهي وحكري قرآن عربيا لعلكم تعقلون إن فهنتان مذنته مرك وحل فهمك رويان قرآنك آياتك لنوحي تري لتبين للناس ذاتك ساد وقع الضيض أيان أذيك دشاد وسود الجين قرآنك ما نزل إليهم وحي لو سود الجيه مرك هو وحل عديك على قرآنك وشيء لفهمي كره ضدك الله فسيره كره مرك النبي محمد وحال وسود دجي صلى الله عليه وسلم إنه ضدك أفسره وقرآنك عديه وسنده قرآنك أيضا فسرته سندنا وقولك النبي هي فعل كيسي صلى الله عليه وسلم يتقرير كيسي. وأنزلنا إليك الذكرى قرآنك وكوسود دجينا لتبين للناس ضدك عديه زي سلوسو دجي انا دتك او عداي دو ايا لوسو دجي مركا واخ لا عداي كرو لا فهمي كرو شيخ و خيره سو فسيرايو اما شيغيا وجيه او دليشده ايدهان و هيرو تدبر تدبر كلا يكون من نقضه الا فيما شيء مويان يمكن الوصول الى فهم الى فهمه شيء سو رجلته ان لا غير فهم كي سمو يعني واخ لو ما تدبري كرو هدي لو غيره واخ كو تدبر وفهم و واخ لا فهمي كرو وإلا شيئا لفهم كريم بإله من نادر سبحانه وتعالى وحير ليتذكر الإنسان سيو إنسانك أقوى أنسما بما فهمه منه وحيء كفهم سأقوى أنسما وكون القرآن أهانشاه قرآن كأويه آيات اللباء أسوق دبن إنا جعلناه قرآن عربيا وكون القرآن أهانشاه قرآن كأويه عربيا عربي أويه وحويا ليعقله سوء فهمه سوء عقلي من يفهم أحد كيف فهم العربية عربي سوء عليه يدل لوحك تسنى يا أهل تعسي وكون القرآن إن قرآن كله سودجي عربيا حال عربي هي ليعقله سيء فهمان من يفهم العربية العربية تقف في عربية فهما يا هي يدل لوحك تسنى على أن معناه معلوم إن معنى معلوم أوليه قرآنك ومعنى لفهمك رأوليه أيك تسنى يا وإلا هدينا سلاسهين لما كان فرق فرق ما هذين بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها إنه عربي النقضة إنه اللغة كلا النقضة واح فرق وما دحين مع اللغة كلا لغة دجواي لغة كلا لغة الصين إيه لغة سمع لغة دجواي وحال لغة دجواي إن لا فهمه طيب مرك إن عربي لغة دجيي وعربي لغة دجي معنى هذو حويان إن لا فهم اللغة كلا قال صوبت اللغة العربية أي كهاد لا يندكي الله صاد دري بدن كود القرآن كله صاد دري ومد لغات اللغة العربية أيها اللغة لغة فر بدن كفضود أول سنة فهمي كره سده هذا بعد
marka sheekh wuxuu yiri qur-aanka waxaa loo soo dejiyey oo carabi looga dhigay oo dadku inay fahmaan loogu talagalay, waxay ku tusiday in macnaha qur-aanka la fahmi karo oo wax macluuma u yahay. Haddayna sidaas ahayn lama oran lahayn luuqa carabiyan kusoo dejinay si loo fahmo, yaa farqi uma dhaxayn lahayn luuqadaha kale iyo luuqadan, maadaama shay kayru mafhuum uu yahayba oo aan la fahmaynba uu yahay, luuqada la rabaa laiska soo deji lahaa, luuqada shimbiraha iyo luuqada bahlaha kale iyo luuqada ummadaha kale waxaa lagu soo deji lahaa, laakiin luuqada carabiga waxaa ugu soo dejinay in la fahmo aaleh. Marka qur-aanka waa wax la fahmi karo. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم آيات سدحان أسوق ابن أوه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم شيخ مركو حيرو. وبيان النبي نبي إن لو سود جي قرآن صلى الله عليه وسلم القرآن إن لو سود جي للناس دت كان لو سود جي شامل وحو كلن سنة يا أما كوب يا لبيان لفظه إن لفظه قرآن كدت كو عدي وسوق يارسيه yobayaani macnaahu iyo inuu macnaha dadka u cadeeyo. Labadaasa nabiga lagu khalifa, waxaa lagu khalifay inuu dadka alfaada qur-aanka soo gaarsiiyo oo baro, iyo inuu macnahooda u fasiro oo cadeeyo. Labadaas ayaa lasoo nabiga sallallahu alayhi wasallam la faray. Marka inuu cadeeyo maadaama la faray waa shay la cadeyn karo oo la fahmi karo qur-aanku. Marka qur-aanka gaar ahaan midka anaga hadda waxaan qusay adilada u soo aroortay nusuusta sifaadka ahe waa wax la fahmi karo. Dhinaca hadii laga fiiriyo mafhuum weeyaan waa naqaanaa macnaheeda. Marka yaan lagu harawsayn lagu oranin adilada sifaat u soo arortay waa adilo mushkil ah, waa adilo mutashaabih ah, waa adilo aan la fahmi karin, waa adilo aan la faragashanin. Warkaas yaan lagu dhihin war jira ma ahan, waa la fahmi karaa, waa naqaan, laakiin meeshaan fahmi karin waa halkee, waa dhinaca kayfiyada. Qaacidadu marka waxa weeyaan nusuusta sifaatka u soo aroortay waa macluumatun lana, waa naqan, wa majhuulatun lana, dhinac kalena ma naqan. Macluumatun lana bictibaari lmacna, xagga macnaha haddii laga fiiriyo waa naqan, wa majhuulatun lana bictibaari lkayfiya, xagga kayfiyada iyo qaabayntana ma naqan, wa majhuulay naga taha. Sheikhu marka saddexdaas aayadu usoo deliishaday, saddexdoodana waxaa ku cad qur-aanku inuu yahay wax la fahmi karo, oo markaasi ay waajib tahay inaan fahanno sababta loo soo dejiyna intaas ayba tahayba. Liyadabbaru aayaatihi lacallakum tacqiluun lacallahum yatafakkaruun litubayina linnaasi, dhammaan waxay cadaynaydaa ujeedka qur-aanka laga leeyahayba inuu yahay in la fahmo. Intaasu cadaynaya qaacidadaasna marka waxay ahayd qaacido sheegayda qaabka loola dhaqmaya sifaatka adilada u soo aroortay, oo la yiri dhinac haddii laga eego macnahooda waa la yaqaanaa, dhinac haddii laga eegana ma naqaan, oo waa kayfiyada, kayfiyada ma naqaano. Marka adilatu sifaat macluumatu lana bictibaari lmacna wa majhuulatu lana bictibaari alkayfiya. Intaasaan ku ekeenaynaa insha allahu tacala, halkaasaan kasii wadi doonaa. Baraka allahu fiikum wallahu aclamu wabillahi tawfiiq.